السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you future CMAs? I hope you're doing great. This is Shadi Ali and today we're going to continue unit 6 starting with question number 81. For the year just ended, Benchwood Corporation had income from operations of 198,000 and net income of 96,000. The liabilities and shareholders equity section of Benchwood's statement of financial position is showing below. Benchwood's return on shareholders equity for the year just ended is. بيقول لنا هنا ان الانكم بتاع الشركه كان 198000 والنت انكم كان 96000 وادانا شويه بيانات عن الليابيلتيز والشيرهولدرز ايكويتي وبعد كده بيسالنا الريتيرن اون ايكويتي كام and the correct answer is A 19.2%. طبعا الريتيرن اون ايكويتي زي ما احنا عارفين بيساوي النت انكم على الافريج توتال ايكويتي. اي رش عندنا بيكون البسط بتاعه من قائمه الدخل والمقام من قائمه المركز المالي لازم اخد الافريج بتاع المقام لان قائمه الدخل بتوضح البرفورمانس بتاع الشركه على مدار السنه انما قائمه المركز المالي بتبقى في نقطه محدده في اخر السنه فعلشان كده لازم اخد الافريج بتاع قائمه المركز المالي عشان يبقى متوازن مع قائمه الدخل. المهم الريتيرن اون ايكويتي هنا بيساوي النت انكم على الافريج توتال ايكويتي. النت انكم بتاعنا 96 ادهولنا في المساله. الافريج توتال ايكويتي هنجيبه عندنا في الايكويتي هنا الكومون ستوك وريزيرف فور بوند ريتايرمنت وريتيرن ايرنينجز. هنجمع التوتال ايكويتي في اول السنه زائد التوتال ايكويتي في اخر السنه ونقسمهم على 2 علشان نجيب الافريج. هيطلع عندنا هنا 500.5 نقسم ال 96 على 500.5 يدينا 19.20%. Question number 82. The president of a company is establishing performance goals for each of the company's manufacturing plants. The data below represent prior period results for one of the plants. The plant's return on assets is 37.5%, 30%, 12.5%, or 10%. مدينا البيانات بتاع مصنع من المصانع الخاصة في الشركة وبيقول لنا طبقا للبيانات دي الريتيرن اون اسيت هيبقى كام في المية. And the correct answer is دي 10%. طبعا زي ما قلنا في الريتيرن اون ايكويتي بيساوي النت انكم على الافريج توتال ايكويتي. الريتيرن اون اسيت هيساوي النت انكم على الافريج توتال اسيت. هو انا مش مدينا النت انكم دايركت بس مدينا الريفينيو والفاريبل كوست والفيكس كوست. اطرح الفاريبل كوست والفيكس كوست من الريفينيو 400 ناقص 100 ناقص 200 يبقى 100000. ده النت انكم اقسمه على الافريج اسيتس اللي هو مديها لنا هنا يبقى 100000 على مليون بيساوي 10%. Question number 83. A company has sales of $100,000, cost of sales of $40,000, interest expense of $4,000, taxes of $18,000, and operating expenses of $15,000. What is the company's operating profit margin? 60%, 45%, 41%, or 23%? شركة المبيعات بتاعتها 100,000. الكوست اوف سيلز او تكلفة المبيعات 40,000. الانترست الفايدة 4,000 والتاكسز الضرايب 18,000 والاوبريتنج اكسبنسز المصاريف الإدارية بتاعتها 15,000. وبعد كده بيسألنا ايه الاوبريتنج بروفيت مارجن. And the correct answer is 45%. طبعا البروفيت مارجن عندنا منه كذا نوع. عندنا الجروس بروفيت مارجن والاوبريتنج بروفيت مارجن وعندنا النت بروفيت مارجن. هو هنا بيسأل عن الاوبريتنج بروفيت مارجن يعني المارجن بتاع الاوبريتنج انكم. فهيساوي الاوبريتنج انكم مقسوم على السيلز. عندنا من البيانات اللي عندنا ان السيلز كانت ب 100,000 ناقص الكوست في سيلز 40,000 يعني 60,000 ناقص ال 15 اوبريتنج اكسبنسز هيدينا 45,000 اللي هو الاوبريتنج انكم. طبعا التاكسز ال 18,000 والانترست ال 4,000 دول بيتخصموا بعد الاوبريتنج انكم علشان نوصل للنت انكم فمش هنطرحهم عندنا هنا. فهيبقى 100 ناقص 40 ناقص 15 بيساوي 45 على السيلز اللي هي 100 يبقى 45%. Question number 84. If the return on equity is 12% and the debt ratio is 40%, what is the return on assets? 4.8%, 7.2%, 12%, or 20%. يقول لنا لو كان الريتيرن اون ايكوري 12% والديت ريشيو 40% الريتيرن اون اسيتس هيبقى كام؟ والسؤال هنا فيه تريك حلوه علشان تعرف تحله لازم تكون عارف ايه المعادله بتاعه الريتيرن اون اسيتس وايه المعادله بتاعه الريتيرن اون ايكوري وايه المعادله بتاعه الديت ريشيو وازاي تقدر تربط التلات معادلات ببعض. And the correct answer is B 7.2%. تمام. هو طالب مننا الريتيرن اون اسيتس. الريتيرن اون اسيتس ده بيساوي ايه؟ بيساوي النت انكم على الافريج توتال اسيتس. هل عندنا النت انكم؟ لا. عندنا الافريج توتال اسيتس؟ لا. طيب
ايه اللي موجود عندنا؟ عندنا الريتيرن اون ايكويتي وعندنا الديت ريشيو. الريتيرن اون ايكويتي عندنا 12%، طب الريتيرن اون ايكويتي بيساوي ايه؟ بيساوي النت انكم على الافريج توتال ايكويتي. يبقى عندنا النت انكم على افريج توتال ايكويتي بيساوي 12%، والديت ريشيو بيساوي 40%. الديت ريشيو اللي هو الديت على التوتال اسيتس، فيبقى عندنا ديت على توتال اسيتس بيساوي 40%. يعني الديت او الدين بيساوي 40% من التوتال اسيتس، واحنا عارفين ان التوتال اسيتس بتساوي الديت زائد الايكويتي، فلو الديت 40% يبقى اكيد الايكويتي 60% من التوتال اسيتس. واحنا عندنا الريتيرن اون ايكويتي 12%، فلو عندنا الريتيرن اون ايكويتي وعندنا نسبه الايكويتي من الاسيتس نقدر نجيب الريتيرن اون اسيتس. اه طبعا الريتيرن اون اسيتس هتساوي الريتيرن اون ايكويتي في نسبه الايكويتي اللي هي 60%، هيبقى 12% في 60% هيساوي 7.2%. لو العمليه دي مش واضحه لك ممكن تجيبها بمثال. افترض ان الديت بما انه 40% من التوتال اسيتس، فافترض ان الديت 40 والايكويتي 60 والتوتال اسيتس 100، فاحنا عندنا هنا نت انكم على الافريج توتال ايكويتي اللي هو احنا جبناه هنا ب 60 بيساوي 12%، يبقى النت انكم هيساوي 12% في 60000 هيبقى 7.2، هنقسمه على التوتال اسيتس اللي هي 100 هيدينا برضو 7.2%. Question number 85. In the current year, a firm had 15 million in sales, while total fixed costs were held to 6 million. The firm's total assets averaged 20 million, and the debt-to-equity ratio was calculated at 60%. If the firm's EBIT is 3 million, the interest on all debt is 9%, and the tax rate is 40%, what is the firm's return on equity? 11.16%, 14.40%, 18.60%, or 24%? تمام، ده سؤال برضو فيه فكرة حلوة. بيقول لنا الشركة المبيعات بتاعتها كانت 15 مليون، والتوتال فيكسد كوست التكاليف الثابتة كانت 6 مليون، والافريج توتال اسيتس عندنا كان 20 مليون، والديت تو ايكويتي كان 60%، يعني الديت يعتبر نسبتها 60% من الايكويتي. لو الاي بي اي تي اللي هو الايرنينج بيفور انترست اند تاكسز 3 مليون، والانترست 9% من الديت، والتاكس ريت 40%، يبقى الريتيرن اون ايكويتي بيساوي ايه؟ And the correct answer is A 11.16%. الريتيرن اون ايكويتي زي ما احنا عارفين بيساوي النت انكم على الافريج توتال ايكويتي. احنا لا عندنا الافريج توتال ايكويتي ولا عندنا النت انكم، بس عندنا بيانات تانية كتير ممكن نطلع منها الكلام ده. اول حاجة خلينا نحسب النت انكم. هو مدينا هنا الاي بي اي تي اللي هو الاوبريتنج انكم، يعني الانكم بعد الفيكسد كوست وبعد الفاريبل كوست. فممكن نبدا من النقطه دي، النت انكم هيساوي الاي بي اي تي ناقص الانترست ناقص التاكس. دي اول معادله نكتبها. تمام، عندنا الاي بي اي تي عندنا مديهولنا جاهز، بس الانترست مديهولنا كنسبه من الديت واحنا ما عندناش الديت، والتاكس طبعا هتبقى نسبه من الايرنينج بيفور تاكس اللي هو بعد ما اطرح منه الانترست، وطبعا مش هقدر احسبها لما اكون عارف الانترست. الخطوه اللي بعدها ايه؟ النقط الثانيه اللي عندنا، عندنا الديت تو ايكويتي بيساوي 60%، فاحنا عندنا نسبه الديت من الايكويتي وعندنا التوتال اسيتس، نقدر نجيب الايكويتي قد ايه والديت قد ايه؟ اه نقدر. بما ان الديت على الايكويتي بيساوي 60%، معناها ان الديت بتساوي 60% من الايكويتي، والمعادله المحاسبيه عندنا بتقول ان الاسيتس بتساوي الديت زائد الايكويتي، فممكن اعوض عن الديت بقيمتها من الايكويتي، فيبقى الاسيتس اللي هي 20 مليون بتساوي 6% ايكوتي اللي هو الديت زائد ايكوتي، يعني ال 20 مليون بتساوي 1.6 اللي هو 1 زائد 0.6 ايكوتي، فاقسم 20 على 1.6 هيطلع عندنا الايكوتي ب 12.5 مليون. فلو الايكوتي 12.5 مليون والتوتال اسيتس 20 مليون، يبقى الديت بتساوي 20 ناقص 12.5 يبقى بتساوي 7.5 مليون. جبت الديت اقدر ساعتها بقى اجيب الانترست. الانترست هو قال لي ان هي 9% من الديت، ف 9% من 7.5 مليون هتدينا 675,000. عندي الاي بي اي تي وعندي الانترست، اقدر دلوقتي اجيب التاكس. مظبوط، التاكس هتساوي ايه؟ هتساوي الاي بي اي تي اللي هو 3 مليون ناقص الانترست اللي انا جبتها ب 675 مليون في 40%، يطلع معانا ب 930,000. اقدر دلوقتي اجيب النت انكم، هيساوي الاي بي اي تي 3 مليون ناقص الانترست ال 675,000 ناقص التاكس 930,000 هيساوي 1,395,000. دلوقتي عندي النت انكم وعندي الافريج توتال ايكويتي اللي جبته هنا ب 12.5 مليون، اقدر احسب الريتيرن اون ايكويتي واللي هيساوي النت انكم 1,395,000 على
الافريج توتال ايكويتي 12 مليون ونص هيديني 11% و16 من 100. Question number 86, if company A has a higher rate of return on assets than company B, the reason may be that company A has A from list A, profit margin on sales, and from list B, asset turnover ratio, or both. هنا بيقول لنا لو الشركة A الريتيرن اون اسيتس بتاعها اعلى من الشركة B. فممكن يكون ايه سبب من الحاجات دي؟ انه يكون من الليست الف ان الشركة الاولانية عندها profit margin on sales اعلى او اقل، ومن الليست B ان يكون الشركة عندها asset turnover ratio اعلى او اقل او الاتنين مع بعض. And the correct answer is A. Higher profit margin on sales, higher asset turnover ratio, or both. أو الاتنين مع بعض. هو هنا بيسألنا لو الشركة A دي عندها return on assets أعلى من B. إيه ممكن يكون السبب ده؟ هل الشركة A عندها profit margin أعلى؟ ولا عندها asset turnover أعلى؟ ولا ممكن يكون الاتنين مع بعض؟ ولو انتوا فاكرين الدوبونت موديل اللي هو بيبريك داون الريتيرن اون اسيتس، الريتيرن اون اسيتس زي ما قلنا بتساوي النت انكم على افريج توتال اسيتس. الدوبونت موديل بيبريك داون المعادله دي لنت انكم على سيلز في سيلز على اسيتس، اللي هو بالطريقه الجبريه ممكن تشيل السيلز مع السيلز فهتبقى بتساوي النت انكم على الاسيتس هي هي، بس هو بيبريك داون علشان يوضح لك تاثير الريشيوز المختلفه على الريتيرن اون اسيتس، زي ما بيعمل نفس الكلام في الريتيرن اون ايكويتي عشان يوضح لك التأثير بتاع الريشيوز المختلفة على الريتيرن اون ايكويتي. فالنت انكم على سيلز ده هو البروفيت مارجن، والسيلز على التوتال اسيتس ده الاسيتس تيرن اوفر. فهو هنا بيقول لنا لو الار او اي، لو الريتيرن اون اسيتس ده اعلى في الشركة ايه، هل هيكون الشركة عندها بروفيت مارجن اعلى ولا اقل، واسيت تيرن اوفر اعلى ولا اقل، ولا الاثنين مع بعض. فطبعا لو البروفيت مارجن اعلى في الشركة ايه هيبقى الار او اي اعلى، ولو الاسيت تيرن اوفر اعلى هيبقى الار او اي اعلى، ولو الاثنين مع بعض اعلى من الشركه بي هيبقى برضو الار او اي اعلى، يبقى الاختيار ايه هو الاختيار المظبوط. Question number 87. All of the following financial indicators are measures of liquidity and activity except the average collection period in days, merchandise inventory turnover, accounts receivable turnover, times interest earned ratio. بيقول لنا من كل الانديكيتورز دي كلهم بيقيسوا الليكويديتي والاكتيفيتي، يعني بيقيسوا السيوله والنشاط بتاع الشركه، ما عدا ايه؟ الـ average collection period اللي هو 365 مقسومة على الـ receivable turnover، والـ merchandise inventory turnover اللي هو الـ cost of goods sold مقسومة على average inventory، ولا account receivable turnover اللي هو الـ credit sales مقسومة على الـ average receivable، ولا الـ time interest earned ratio اللي هي الـ EBIT أو الـ earning before interest and tax مقسوم على الـ interest. And the correct answer is D times interest earned ratio. طبعا الليكويديتي ريشيو هي اللي بتقيس قدره الشركه على دفع ديونها قصيره الاجل. التايم انترست ايرند ريشيو بتقيس قدره الشركه على دفع الانترست بتاعتها، اللي هي بتبقى الانترست دي جايه اصلا من ايه؟ جايه من القروض طويله الاجل. فهنا التايم انترست ايرند بتقيس قدره الشركه على دفع الالتزامات اللي بتنتج من القروض طويله الاجل، فما بتقيس الليكويديتي ولا الاكتيفيتي الخاصين بالشركه. Question number 88, a corporation experienced the following year over year changes, net profit margin increased 25%, total asset turnover increased 40%, total assets decreased 10%, total equity increased 40%, using DuPont analysis, what is the year over year change in return on equity? Increased 95%, increased 63%, increased 12.5%, or increased 10%? بيقول لنا الشركة حصل تغيرات في الريشيوز بتاعتها، النت بروفيت مارجن زاد 25% والتوتال اسيت تيرن اوفر زاد 40% والتوتال اسيتس قلت 10% والتوتال ايكويتي زادت 40%. باستخدام الدوبونت اناليسز ايه التغيير اللي حصل في الريتيرن اون ايكويتي؟ طبعا ما ادناش ارقام، هو ادانا بس النسب اللي اتغيرت. فعلشان نحل السؤال ده ممكن احنا نفترض بنفسنا ارقام ونشوف التغير بالنسب ده هيعمل ايه على الريتيرن اون ايكويتي. And the correct answer is C increased 12.5%. الـ return on equity احنا عارفينه بيساوي النت انكم على الـ average total equity. باستخدام الـ DuPont analysis هنعمل له break down برضو زي ما عملنا في الـ return on assets، فهيبقى net income على sales في sales على assets، ده كده الجزئين دول مع بعض يعتبروا return on assets، في الـ assets على الـ equity.
طبعا برضو باستخدام الجبر السيلز هتروح مع السيلز والاسيتس هتروح مع الاسيتس، يبقى برضو الار او اي بيساوي نت انكم على الافريج توتال ايكويتي. بس احنا بنكسره لثلاث حاجات هنا علشان نشوف التاثير بتاع كل ريشيو على الريتيرن اون ايكويتي. فاحنا كده عندنا الار او اي بيساوي نت انكم على سيلز، دي هي النت بروفيت مارجن، السيلز على الاسيتس ده اللي هو الاسيتس تيرن اوفر، والاسيتس على الايكويتي ده اللي اسمه الايكويتي مالتيبلاير. نفترض بقى ارقام علشان نقدر نحل المساله ونشوف ايه التاثير اللي هيحصل على الار او اي، ونحسبه قبل التغيير وبعد التغيير ونشوف هيزيد قد ايه. اول حاجه افترض ان النت بروفيت مارجن 5%، ونفترض ان الاسيتس تيرن اوفر 1.5، والتوتال اسيتس نفترض ان هي مثلا 400000 وان التوتال ايكويتي 250000. ونبدا نحسب الار او اي قبل التغييرات اللي حصلت او الار او اي في السنه اللي فاتت. فالنت بروفيت مارجن عندنا 5% زي ما قلنا، هنضربه في 1.5 اللي هو الاسيت تيرن اوفر، هنضربه في 400 توتال اسيتس على 250 توتال ايكويتي، هيدينا 12%. يبقى ده الريتيرن اون ايكويتي قبل التغييرات. طيب الريتيرن اون ايكويتي بعد التغييرات بقى، ال 5% اللي هو النت بروفيت مارجن قالنا ان هو زاد 25%، فهنضرب 5% في 1.25 في الاسيت تيرن اوفر اللي هو كان 1.5 قالنا ان هو زاد 40%، فهنضرب 1.5 في 1.40 في الايكويتي مالتيبلاير. عندنا قالنا ان الاسيتس قلت 10% وهي كانت 400، قلت 10 يعني نقصت 40 يعني بقت 360، والتوتال ايكويتي قالنا زادت 40% كانت 250، 250 في 40% ب 100، فهنزود ال 100 على 250 يبقى 350، هنضرب الثلاثه في بعض هيدينا 135 من ال 1000. طيب عايزين نحسب هو زاد بنسبه قد ايه من السنه اللي فاتت، هنقسم ال 135 اللي هو ريتيرن اون ايكويتي السنه دي على ريتيرن اون ايكويتي السنه اللي فاتت اللي هو 12 من ال 100، ونطرح منهم واحد عشان نجيب النسبه هيدينا 12.5، يبقى هنا الريتيرن اون ايكويتي زاد بنسبه 12.5%. Question number 89. For a given level of sales and holding all other financial statement items constant, a company's return on equity will increase as their debt ratio decreases, decrease as their cost of goods sold as a percentage of sales decrease, decrease as their total assets increase, increase as their equity increases. بيقول لنا عند ليفل معين من السيلز من المبيعات، ولو كل حاجة تانية كل الفاينانشال ايتمز ثابتة، الريتيرن اون ايكويتي هل هيزيد لما الديت ريشيو يقل، ولا هيقل لو الكوست اوف جود سولد كنسبة من السيلز قلت، ولا هيقل لو التوتال اسيتس زادت، ولا هيزيد لو الايكويتي زادت. برضه عشان نعرف نحل السؤال ده لازم نكون عارفين المعادله بتاعه الار او اي والبريك داون بتاعها. And the correct answer is C, decrease as their total assets increase. الار او اي زي ما لسه قايلين في السؤال اللي فات بيساوي طبقا للدوبونت اناليسيس نت انكم على سيلز، في سيلز على اسيتس، في اسيتس على ايكويتي. بناخد الاختيارات كده واحده واحده. لو الديت ريشيو قل، الديت ريشيو بيساوي ايه؟ بيساوي الديت على الاسيتس. لو الديت ريشيو قل يعني نسبه الديت من الاسيتس قلت، معنى كده ان الايكويتي زادت. فلو الايكويتي زادت اللي هي المقام في الجزء الثالث من المعادله، لو المقام ده زاد معنى كده ان الجزء ده هيقل، لان الاسيتس هنا هتفضل ثابته والايكويتي هيزيد، فالجزء الثالث ده هيقل، يبقى معناها ان الار او اي كله هيقل مش هيزيد زي ما مكتوب في الاختيار. تاني حاجه الكوست اوف جود سولد كنسبه من السيلز، لو قلت او الكوست اوف جود سولد قلت، معنى كده ان البروفيت مارجن هيزيد يعني النت انكم هيزيد، ولو النت انكم زاد معنى كده ان الجزء ده من المعادله هيزيد، فالار او اي كلها هتزيد مش هتقل. والدي لو الايكويتي زاد هيحصل نفس اللي هيحصل في الاي اللي هو لو الديت ريشيو قل، لو الايكويتي زاد يبقى الايكويتي هتزيد، يبقى الاسيتس على الايكويتي هتقل، هيبقى الار او اي هيقل مش هيزيد. يبقى فاضل السي اللي هو ان الار او اي هيقل لو التوتال اسيتس زاد، وطبعا لو التوتال اسيتس زاد والريتيرن هو هو فالريتيرن اون اسيتس هيقل، وبالتالي الريتيرن اون ايكويتي برضه هيقل. Question number 90. A firm has decided to make an additional investment in its operating assets that are financed by debt. Assuming all other factors remain constant, this increase in investment will have which of the following effects on income margin and assets turnover and return on assets. لو الشركة قررت ان هي تزود الانفستمنت بتاعها في الاوبريتنج اسيتس عن طريق ان هي تاخد ديون تشتري بيها اصول، لو كل حاجة تانية ثابتة زي ما هي، الزيادة في الانفستمنت دي هتأثر ازاي على الانكم مارجن والاسيت تيرن اوفر والريتيرن اون اسيتس؟ And the correct answer is
B no change for income margin, decrease in assets turnover, and decreased return on assets. هو انا قال لنا ان احنا هنفاينانس الاسيتس بتاعتنا، هنشتري اسيتس جديده عن طريق الديت. معنى كده ان احنا هنزود الديت وهنزود التوتال اسيتس. الانكم مارجن عندنا هنا بيساوي ايه؟ بيساوي الانكم على السيلز. احنا قلنا اي حاجه فيها مارجن هتبقى مقسومه على السيلز، اي حاجه فيها تيرن اوفر هيبقى السيلز مقسوم على الحاجه دي، اي حاجه فيها ريتيرن اون هيبقى النت انكم على الحاجه دي. خلي بالكم من الموضوع، يعني ريتيرن اون ايكويتي بيساوي نت انكم على الايكويتي، ريتيرن اون اسيتس بيساوي نت انكم على الاسيتس. طيب اسيت تيرن اوفر بيساوي السيلز على الاسيت، ايكويتي تيرن اوفر بيساوي الايكويتي على الاسيت، والمارجن نفس الكلام، جروس بروفيت مارجن بيساوي جروس بروفيت على السيلز، نت انكم مارجن بيساوي نت انكم على السيلز. فالمهم عندنا الانكم مارجن بيساوي الانكم على السيلز، احنا عندنا الديت الديون زادت وعندنا الاسيت زاد. الانكم ما اتغيرش ولا السيلز اتغير، فالانكم مارجن مش هيتغير. الاسيت تيرن اوفر بتساوي عندنا ايه؟ بتساوي السيلز على الاسيتس. احنا عندنا السيلز زي ما هي ما اتغيرتش، مفيش حاجه اتاثرت، انما التوتال اسيتس زادت لاننا اشترينا اسيتس جديده، فمعنى كده ان الريشيو ده هيقل، المقام زاد والبسط هو هو، فالريشيو كله هيقل. الريتيرن اون اسيت نفس الكلام، نت انكم على توتال اسيتس، التوتال اسيتس زادت والنت انكم هو هو، فالريشيو هيقل. كويستشن نمبر 91، an abbreviated common size income statement for year 1's actual results and year 2's anticipated results are shown below. The corporation estimates that units sold will increase by 5% in year 2 with no price increase to its customers and no anticipated cost increases from its vendors. Assume selling and administrative expenses are 5% variable and 95% fixed. If all predictions materialize, the corporation should expect selling and administrative expenses in year 2 to be less than 40% of sales, 40% of sales, greater than 40%, but no more than 42% of sales, greater than 42% of sales. مدينا البيانات بتاعت السنة الأولى باستخدام الـ Common Size Income Statement. الـ Sales طبعاً في الـ Common Size تبقى 100%، الـ Cost of Goods Sold 50% من الـ Sales، الـ S&A 40%، ويبقى الـ Operating Income 10%. وقال لنا دي الـ Anticipated Numbers، وفيها بيقول لنا ان الكوست اوف جود سولد هتفضل نسبتها هي هي 50% من السيلز. وبعد كده قال لنا ان احنا متوقعين ان عدد الوحدات المباعة هيزيد 5% من غير اي زياده في السعر ولا اي زياده في الكوست اوف جود سولد. وقال لنا ان الاس ان اي ده في 5% منه فاريبل وفي 95% منه فيكسد. وبعد كده بيسالنا المفروض نتوقع ان الاس ان اي في السنه الثانيه هيبقى قد ايه. And the correct answer is A less than 40% of sales. بص في طريقتين ممكن تحل بيهم السؤال ده. الطريقه الاولى اللي هي الطريقه العاديه ان انت تبدا تاسيوم نمبرز وتحل المساله على اساسه، فخلينا نبدا بيها. فاول سنه عندنا نفترض ان السيلز دي مثلا 100 دولار، لو السيلز 100 والاس ان اي 40% منها يبقى الاس ان اي 40 دولار، وبما ان في 5% منها فاريبل وفي 95% منها فيكسد فيبقى الفاريبل 40 5% ب 2 والفيكسد 40 في 95% ب 38، يبقى الاس ان اي دي فيها 38 دولار فيكسد ثابته وفيها 2 دولار فاريبل بتتغير بتغير السيلز. يير 2 بقى جت قال لنا ان السيلز هتزيد 5%، يعني ال 100 دي هتزيد 5% هتبقى 105. الاس ان اي بقى هتبقى كام؟ احنا عندنا في الاس ان اي 38 دولار فيكسد ما بتتغيرش زي ما هي 38، وفي جزء فاريبل اللي هو كان 2 دولار من ال 100 دولار بتوع السيلز، يعني كان 2% من السيلز. فالسيلز عندنا في السنه الثانيه كام؟ 105. هنضربها في ال 2% عشان نجيب الجزء الفاريبل هتدينا 2.1. هنجمع 2.1 على ال 38 يبقى الاس ان اي في السنه الثانيه 40 دولار و10 سنت. طيب نسبتها قد ايه من السيلز؟ 40 دولار و10 سنت هنقسمها على ال 105 السيلز يدينا 38% و2، يبقى الاختيار ايه؟ ان هي اقل من 40% من السيلز. طيب ايه الطريقه الثانيه اللي ممكن نحل بيها السؤال ده؟ نفترض ان انت اصلا السؤال ده جالك في الامتحان وانت ما عندكش وقت عايز تحله بسرعه، فبنظره بديهيه كده اولا انت السيلز عندك زادت تمام 5% والاس ان اي في 95% منها فيكسد، يعني في 95% منها مش هتتغير وفي 5% منها بس هي اللي هتزيد مع زياده السيلز، وبما ان الاس ان اي كلها على بعضها اقل من السيلز 40% فاكيد ال 5% الزياده اللي هتحصل عمرها ما هتغطي ال 5% اللي هتحصل في الزياده على السيلز كلها، فهيبقى منطقي ان الاس ان اي في السنه الثانيه هتبقى اقل من الاس ان اي في السنه الاولى، وبما ان السنه الاولى كان فيها 40% فاكيد الاس ان اي في السنه الثانيه هتبقى اقل من 40%.
بس نمبر 92 last year a corporation had a total asset turnover ratio of 1.5 a profit margin of 10% and an equity multiplier of 2 this year if the profit margin is 8% but the return on equity stays the same then what could be true the equity multiplier remains 2 and the total asset turnover increases to 1.7 the equity multiplier remains 2 and the total asset turnover increases to 3.5 the equity multiplier increases to 2.2 and the total asset turnover remains 1.5 The equity multiplier increases to 3 and the total asset turnover decreases to 1.25. السنة اللي فاتت كان عندنا total asset turnover 1.5 البروفيت مارجن بتاعنا كان 10% والايكوتي مالتيبلاير كان 2 بيقول لنا السنة دي بقى البروفيت مارجن بدل 10% بقى 8% بس الريتيرن اون ايكوتي اللي هو التوتال اسيت تيرن اوفر مضروب في البروفيت مارجن مضروب في الايكوتي مالتيبلاير فضل زي ما هو ما اتغيرش فايه اللي ممكن يكون حصل للايكوتي مالتيبلاير والتوتال اسيت تيرن اوفر And the correct answer is D. The equity multiplier هيزيد يبقى 3 والtotal asset turnover هينقص يبقى 1.25. الطريقة الوحيدة اللي احنا نحل بيها السؤال ده ان احنا نجرب كل واحدة فيهم ونشوف هل هيساوي return on equity السنة اللي فاتت ولا لا. فالأول نحسب return on equity السنة اللي فاتت هنضرب الثلاثة في بعض البروفيت مارجن في الاسيت turnover في الايكوتي multiplier اللي هو 10% في 1.5 في 2 هيدينا 30%. يبقى ده return on equity. الريتيرن اون ايكويتي زي ما هو والبروفيت مارجن اتغير بقى 8 يعني في عندي حاجتين عارفهم والحاجتين التانيين مديني في الاختيارات الارقام اللي ممكن تكون ليهم فهنعوض في كل واحده ونشوف التلات ارقام مع بعض البروفيت مارجن والايكويتي مالتيبلاير والتوتال اسيت انهي تلات ارقام مع بعض من دول هيديني 30% اول حاجه هنضرب ال 8% في الاثنين في الواحد وسبعه هيدينا 272 مش هيدينا 3 يبقى الاجابه ايه غلط تاني حاجة نضرب 2 في 3.5 في 8% برضو هيدينا 65% أعلى من الـ ROE بتاع السنة اللي فاتت تالت حاجة نضرب 8% في 2.2 في 1.5 هيدينا 264 أقل من السنة اللي فاتت وآخر واحدة هنضرب 3 في 1.25 في 8 هيدينا 3 يبقى هو ده الوحيد اللي بيحقق الشرط إن الريتيرن أون إيكويتي فضل زي ما هو ما اتغيرش. Question number 93 A corporation's return on equity can be calculated if you know its Sustainable equity growth rate and dividends payout ratio, debt equity ratio and market to book ratio, market to book ratio and equity multiplier, dividend yield and earnings yield. ممكن نحسب return on equity لو احنا عارفين ايه. And the correct answer is A. Sustainable equity growth rate and dividend payout ratio. لو انتوا فاكرين المعادلة بتاعت sustainable growth rate فهي بتساوي الـ ROE Return on Equity مضروب في 1 ناقص الـ Dividend Payout Ratio فلو أنا عندي الـ Sustainable Growth Rate وعندي الـ Dividend Payout Ratio هقدر بسهولة أحسب الـ ROE الـ ROE عندي هتساوي الـ Sustainable Equity Growth Rate مقسوم على 1 ناقص الـ Dividend Payout Ratio Question number 94 A construction company is preparing to finalize the financial statements for the most recent year Results are sales of 690,000, cost of sales of $378,900, and administrative expenses of $120,800. The controller has just found a sales invoice for a job completed on the last day of the year. The revenue and related costs for the job have not yet been recorded in the accounting system. The job's revenue are $95,000, with costs totaling $65,000. What is the impact of this job on year-end profitability? A decrease in the company's gross profit margin and an increase in the net profit margin, increase in gross profit and net profit, decrease in gross profit and net profit, or increase in gross profit and decrease in net profit. ده انا البيانات بتاعت الشركة السيلز بتاعنا 690,000 الكوست اوف سيل 378,900 والاس ان اي عندنا 120,800 وقال لنا ان احنا لقينا فاتورة مبيعات لسه ما اتسجلتش الريفينيو بتاعها 95,000 والتكاليف بتاعتها 65,000 وبيسألنا تأثير الفاتورة دي هيبقى ايه على الجروس بروفيت وعلى النت بروفيت and the correct answer is a decrease in gross profit and increase in net profit طبعا في طريقة سهلة ممكن نحل بها السؤال ده غير ان احنا نقعد نحسب الجروس بروفيت كان ايه والنت بروفيت كان ايه هو اننا نشوف الجروس بروفيت بتاع فاتورة المبيعات دي نفسها ونقارنه بالجروس بروفيت بتاع الشركة ككل فالجروس بروفيت بتاع الشركه 690,000 سيلز ناقص 378,900 هيدينا الجروس بروفيت نقسمه على السيلز اللي هي 690,000 هيدينا 45% ده الجروس بروفيت بتاع الشركه قبل فاتوره المبيعات دي طيب فاتوره المبيعات الجروس بروفيت بتاعها كام 95,000 ناقص 65,000
30000 هنقسمهم على 95000 هيدينا 32%، يعني الجروس بروفيت بتاع الفاتوره دي اقل من الجروس بروفيت بتاع الشركه ككل. فمعنى كده ان لما هضيف الفاتوره دي هيقلل طبعا الجروس بروفيت بتاع الشركه. بالنسبه للنت بروفيت، فالنت بروفيت كده كده فور شور هيزيد، لان هنا الريفينيو اعلى من الكوست، في 30000 ربح زياده كده كده هيزودوا النت بروفيت ب 30000، فهيبقى الجروس بروفيت عندنا هنا هيقل والنت بروفيت هيزيد. Question number 95. Which one of the following actions may increase a company's return on assets? Purchase of a new corporate headquarters, an increase in inventory levels for a future store expansion, replacement of capital equipment via an operating lease, reduction of long-term debt through the issuance of common stock. ايه من الاختيارات دي هيزود الـ return on assets؟ هل لو انا اشتريت مبنى جديد للإدارة؟ ولا لو زودت الـ inventory علشان اتوسع في المستقبل؟ ولا لو بدلت اصل ثابت عندي باوبريتنج ليس؟ ولا لو قللت اللونج تيرم ديت عن طريق ان انا اصدر كومن ستوك او اصدر اسهم للشركه؟ And the correct answer is C, replacement of capital equipment via an operating lease. الريتيرن اون اسيتس بيساوي ايه؟ بيساوي النت انكم على الافريج توتال اسيتس. لو انا اشتريت مبنى جديد معنى كده ان انا هزود الاسيتس بتاعتي والنت انكم هيفضل ثابت والاسيت زاد، فمعنى كده ان الار او اي او الريتيرن اون اسيتس هيقل مش هيزيد. لو انا زودت الانفنتوري برضه هزود الكرنت اسيتس، فهزود التوتال اسيتس والنت انكم زي ما هو، فبرضه الار او اي هيقل. لو انا قللت اللونج تيرم عن طريق ان انا ازود الكومن ستوك مش هياثر على التوتال اسيتس، الديت هيقل والكومن ستوك هتزيد، فالافرج توتال اسيت هيبقى هو هو، فالار او اي مش هيتغير برضه. انما لو انا بدلت اسيت عندي باوبريتنج ليس، طبعا زي ما انتم عارفين الاوبريتنج ليس ما بيسجلش الاسيت ولا اللايبيليتي، فهيقلل التوتال اسيتس بتاعتي. فلو التوتال اسيتس قلت والنت انكم فضل زي ما هو او زاد، فالار او اي هتزيد. Question number 96. The DuPont formula involves which combination of financial elements in its computation? Net profit margin, total asset turnover and equity multiplier, total asset turnover, sales turnover, profitability, profit margin, sales turnover and asset use efficiency, total asset turnover, sales turnover and equity multiplier. بيسأل عن الدوبونت فورمولا بتحتوي على ايه من دول؟ طبعا اعتقد كلنا حفظناها دلوقتي. And the correct answer is A, net profit margin, total asset turnover والequity multiplier. دي المعادلة بتاعت return on equity. Question number 97. According to the DuPont formula, which one of the following will not increase a profitable firm's return on equity? Increasing total asset turnover, increasing net profit margin, lowering corporate income taxes, or lowering equity multiplier. ايه من الاختيارات دي مش هيزود الـ return on equity بتاع الشركة؟ هل لو انا زودت الـ asset turnover، ولا لو انا زودت الـ net profit margin، ولا لو قللت الـ taxes، ولا لو قللت الـ equity multiplier؟ And the correct answer is D, lowering equity multiplier. طبعا الـ ROE بيساوي النت بروفيت مارجن مضروب في الاسيت تيرن اوفر مضروب في الايكويتي مالتيبلاير. فلو انا زودت التوتال اسيت تيرن اوفر اكيد هزود الـ ROE، ولو انا زودت النت بروفيت مارجن برضه هزود الـ ROE. لو انا قللت التاكسز معنى كده اني هزود النت انكم، معنى كده اني هزود النت بروفيت مارجن، فبرضه هزود الـ ROE. انما لو قللت الايكويتي مالتيبلاير اكيد هقلل الـ ROE. يبقى دي هي الاختيار الصحيح. Question number 98. When a fixed asset is sold for less than book value, which one of the following will decrease? Total current assets, current ratio, net profit, net working capital. لو انا بعت fixed asset، لو بعت اصل ثابت عندي باقل من القيمه الدفتريه بتاعته، ايه من الحاجات دي هيقل؟ هل الاصول المتداوله، ولا الcurrent ratio، ولا النت profit، ولا النت working capital اللي هو بيساوي current assets minus current liability. And the correct answer is C, net profit. ده سؤال سهل جدا. لو انا بعت فيكسد اسيتس باقل من البوك فاليو معنى كده ان هعترف بخساره في الانكم ستيتمنت، فاكيد النت بروفيت بتاعي هيقل. الكرنت اسيتس ملهاش علاقه لان ده فيكسد اسيت، والكرنت ريشيو نفس الكلام، كرنت اسيت على كرنت لايبيليتي، والنت وركينج كابيتال كرنت اسيتس ماينس كرنت لايبيليتي، الثلاثه دول مش هيتاثروا، نت بروفيت هو اللي هيتاثر. Question number 99. A corporation's inventory expressed as a percentage of current assets increased from 25% last July to 35% this July. The factor that is least likely to cause this increase is that the corporation is a seasonal company with traditionally higher activity in the summer months, is beginning to experience high growth, has inventory that is becoming obsolete, used a material amount of cash from selling its short-term investment
to purchase land. المخزون بتاع الشركة كنسبة من الـ current assets، كنسبة من الأصول المتداولة، زاد من 25% جولاي السنة اللي فاتت لـ 35% جولاي السنة دي. إيه من الاختيارات دي أقل سبب ممكن يكون عشان يشرح الزيادة دي؟ هل إن الشركة بتاعتي دي seasonal، يعني شركة موسمية وغالبا في الصيف بيبقى فيه activity أكتر، ولا إن الشركة دي بدأ يحصل فيها growth، ولا إن بقى فيه inventory obsolete، inventory متقادم ما بيتباعش، ولا إن الشركة استخدمت مبلغ كبير من الكاش علشان تشتري أرض؟ And the correct answer is A. is a seasonal company with traditionally higher activity in the summer month. طبعا هنا بيقول لنا أنهي عنصر من دول أقل واحد ممكن يفسر الزيادة دي. ببساطة لو الشركة بتاعتنا seasonal وtraditionally في higher activity في فصول الصيف، لو أنا عارف إن كده كده في الصيف بيبقى فيه activity أعلى، فأكيد هعمل البادجت في الصيف أعلى من سنة لسنة، مش هعملها في سنة 25 وأعملها في سنة تانية 35، لو أنا كده كده عارف إن أنا في الصيف بيبقى عندي activity أكتر. إنما مثلا لو أنا بدأ عندي يحصل growth، فأكيد هبدأ أنتج أكتر، فالإنفنتوري عندي هيزيد، ولو حصل إن الإنفنتوري بتاعي بقى فيه جزء كبير منه ما بيتباعش متقدم، فأكيد برضو نسبة الإنفنتوري عندي هتزيد. ولو استخدمت كمية كبيرة من الكاش ان انا اشتري ارض، فمعنى كده اني هقلل الـ current assets وهزود الـ fixed assets، ولو قللت الـ current assets والانفنتوري حتى فضل زي ما هو، فمعنى كده ان نسبة الانفنتوري من الـ current assets هتبقى اعلى. فبي وسي ودي ممكن يفسروا ليه حصل زيادة في الانفنتوري، انما ايه مش هتفسر. Which one of the following ratios would be most affected by miscellaneous or non-recurring income? Net profit margin, operating profit margin, gross profit margin, debt to equity ratio. أنهي من الريشيوز دي هيتأثر أكتر بالـ non-recurring income أو الإيرادات المتنوعة الغير متكررة؟ هل الـ net profit margin ولا الـ operating profit margin ولا الـ gross profit margin ولا الـ debt to equity ratio؟ And the correct answer is A. net profit margin. طبعاً الإيرادات المتنوعة بتضاف بعد ما أوصل للـ operating income، فأكيد الـ operating profit والـ gross profit مش هيتأثروا، إنما النت بروفيت هيتأثر. Question number 101. A company bought a new machine and estimated that the machine will have a useful life of 10 years and a salvage value of 5,000. After the machine has been put in service for 2 years, the company has decided to change the estimate of the useful life to 7 years. Which one of the following statements describes the proper way to revise a useful life estimate? Revisions in useful life are permitted only if approved by the SEC. Retroactive changes must be made to correct previously recorded depreciation. Only future years will be affected by the revision. Both current and future years will be affected by the revision. شركة اشترت آلة جديدة وكانت عاملة حسابها ان اليوسفل لايف بتاعتها 10 سنين وقيمة الخردة بتاعتها 5000. بعد سنتين اكتشفت ان اليوسفل لايف اللي فاضلة 7 سنين بس مش 8. فازاي هنعالج الموضوع ده؟ هل الريفيجن ده مسموح بس لو الـ SEC وافقت عليه؟ ولا لازم اعمل retroactive changes، يعني اغير كل الديبريشيشن اللي اتعمل في السنوات اللي فاتت، ولا ابدا اغير الديبريشيشن في المستقبل بس، ولا ابدا اغير الديبريشيشن في السنه الحاليه وفي المستقبل؟ And the correct answer is D. both current and future years will be affected by the revision. طبعا التغير في الاستيميت ما برجعش اصلح الحاجات اللي فاتت، لان ده تغير في التقدير. ببدا بس اخد القيمه الدفتريه اللي فاضله السنه دي واقسمها على السبع سنين عشان اطلع الديبريشيشن بتاع السنه دي وبتاع السنين اللي جايه. Question number 102. At the beginning of last year, a manufacturing company increased its selling price by $10 per unit. This price increase has no effect on the volume of sales. As a result, operating profit margin will increase, decline, remain unchanged, change, but the direction cannot be determined. الشركه زودت سعر البيع بتاعها ب $10، وزياده السعر دي ما اثرتش على حجم المبيعات. فالاوبريتنج بروفيت عندنا هنا هل هيزيد ولا هيقل، ولا هيفضل ثابت، ولا هيتغير بس مش هنعرف هيزيد ولا هيقل؟ And the correct answer is of course A. increase as a result of the price increase. لو انا زودت سعر الوحده وعدد الوحدات زي ما هو، اكيد كل المارجن بتاعتي هتزيد، يعني الجروس بروفيت مارجن هيزيد والاوبريتنج بروفيت مارجن هيزيد والنت بروفيت مارجن هيزيد. Question number 103. An analyst is reviewing the financial statements of a company whose operating income has declined from the prior year. The following ratios have been calculated. Based on the above, the analyst could infer that the decrease in operating income may be due to lower revenue per unit sold, accumulation of unused inventory, higher interest expense, or an increase in advertising expense. عندنا الريشيوز بتاعت السنة اللي فاتت وبتاعت السنة دي، وبلنا طبقا للريشيوز دي
ممكن المحلل المالي يشوف ان الاوبريتنج انكم اللي اقل من 12 ل 10% ده ممكن يكون سببه ايه؟ هل الريفينيو بير يونت قل ولا الاندن انفنتوري زاد ولا الانترست اكسبنس كانت اعلى ولا الادفرتايزنج اكسبنس هي اللي كانت اعلى؟ And the correct answer is D, an increase in advertising expense. طبعا احنا عندنا هنا الجروس بروفيت مارجن كان 15% بقى 20%، معنى كده ان الجروس بروفيت مارجن بتاعي زاد والاوبريتنج بروفيت مارجن هو عندي اللي قل. اللي بيحصل بعد الجروس بروفيت وقبل الاوبريتنج بروفيت بنخصم الاس ام اي او السيلينج اند ادمنستريتيف اكسبنس اللي هي من ضمنها الادفرتايزنج. انما مثلا لو انا الاند انفنتوري بتاعي زاد، معنى كده ان الكوست اوف جود سولد بتاعتي هتنقص لاني بخصم الاند انفنتوري من الكوست اوف جود سولد، فمعنى كده ان الجروس بروفيت بتاعي هيزيد والاوبريتنج بروفيت بتاعي هيزيد. لو كان لور ريفينيو بير يونت سولد هي اللي اثرت على الاوبريتنج بروفيت مارجن، كان الاولى ان هي هتاثر على الجروس بروفيت مارجن. والانترست اكسبنس بتتخصم بعد الاوبريتنج بروفيت وقبل النت بروفيت، فاكيد برضو مش هي اللي اثرت على الاوبريتنج بروفيت. يبقى الحل الوحيد المنطقي هي ان انا صرفت مصاريف دعايه اكتر، فعشان كده الاوبريتنج بروفيت مارجن بتاعي قل. Question number 104, if gross profit margin has decreased substantially over the past 3 years, which one of the following best explains this decrease? The cost of merchandise inventory has decreased while sales price have remained the same. And the merchandise inventory is higher than expected. The physical count of merchandise inventory showed missing inventory higher than expected. Cost of goods sold has remained steady while total expenses have increased. لو انا الجروس بروفيت مارجن بتاعي بيقل بقاله 3 سنين بصفه كبيره ومتواصله، ايه من دول ممكن يكون السبب في نقصان الريشيو ده؟ هل ان تكلفه الانفنتوري بتاعتي قلت وسعر البيع بتاعي زي ما هو، ولا ان الاندن انفنتوري بتاعي اعلى من المتوقع، ولا ان في الجرد بتاع الانفنتوري بيبقى فيه وحدات مفقوده اكتر من المتوقع، ولا ان الكوست اوف جود سولد عندي ثابته زي ما هي انما اجمالي الاكسبنسز بيزيد؟ And the correct answer is C, a physical count of merchandise inventory showed missing inventory higher than expected. هو انا بسعى على الجروس بروفيت، الجروس بروفيت بيساوي السيلز ماينس الكوست اوف جود سولد. فلو الكوست اوف جود سولد بتاعي قلت والسيلز زي ما هي، اكيد الجروس بروفيت مارجن بتاعي هيزيد مش هيقل. ولو الاندن انفنتوري بتاعي زاد زي ما قلنا السؤال اللي فات احنا بنطرحه من الكوست اوف جود سولد، فهيقلل الكوست اوف جود سولد، فبالتالي برضه هيزود الجروس بروفيت مش هيقلله. ولو الكوست اوف جود سولد زي ما هي التوتال اكسبنس هي اللي زادت، مش هتاثر على الجروس بروفيت، هتاثر على الاوبريتنج انكم وعلى النت انكم. فطالما الكوست اوف جود سولد زي ما هي فاكيد الجروس بروفيت مارجن مش هيقل. انما السي، لو انا كل ما بعمل الجرد بلاقي ميسنج انفنتوري، فمعنى كده ان انا الاندن انفنتوري بتاعي بيبقى اقل، فالكوست اوف جود سولد هتبقى اعلى لاني بخصم الاندن انفنتوري من الكوست اوف جود سولد. فلو الكوست اوف جود سولد بتاعتي بقت اعلى فاكيد الجروس بروفيت مارجن هيقل. Question number 105, if gross profit margin has remained fairly constant for the past several years, which one of the following is the best explanation? The cost of goods sold and sales have decreased by the same percentage. The cost of goods sold and sales have decreased by the same dollar amount. Net sales and net income have remained constant. The cost of goods has remained steady. لو gross profit margin بتاعي ثابت خلال السنوات اللي فاتت، ايه من دول ممكن يكون السبب؟ هل ان الكوست اوف جود سولد والسيلز بينقصوا بنفس النسبه، ولا بينقصوا بنفس القيمه، ولا النت سيلز والنت انكم ما بيتغيروش زي ما هم، ولا الكوست اوف جود سولد هي اللي فضلت ثابته زي ما هي؟ ايه من دول افضل تفسير؟ And the correct answer is A, the cost of goods sold and sales have decreased by the same percentage. اي ريشيو بسط ومقام، لو الاثنين بينقصوا في نفس النسبه فالريشيو اجمالا هيبقى هو هو، انما لو بينقصوا بنفس الدولار فالريشيو هيتغير لان قيمه الدولار بتاع السيلز مثلا اعلى من قيمه الدولار بتاعه الكوست اوف جود سولد. فلو نقصنا من هنا 10000 ومن هنا 10000، ال 10000 كنسبه من السيلز مختلفه عن ال 10000 كنسبه من الكوست اوف جود سولد، فالنسبه بتاعه الريشيو كلها مع بعضها هتختلف. طبعا النت سيلز او النت انكم لو فضلوا ثابتين ممكن الجروس بروفيت مارجن يفضل ثابت لو الكوست اوف جود سولد فضلت ثابته، بس هو هنا ما حددش. ولو الكوست اوف جود سولد بس هي اللي فضلت ثابته ممكن الجروس بروفيت يفضل ثابت لو النت سيلز فضل ثابت، بس هو هنا برده ما حددش. فالتفسير الافضل ان الكوست اوف جود سولد والسيلز نقصوا مع بعض بنفس النسبه. Question number 106, a large arithmetic error was made in the preparation of its year-end financial statements by improper placement of an extra digit in the calculation of bad debt expense allowance. The error caused the net income to be reported at almost half of the proper amount. In accordance with GAAP, correction of the error when discovered in the next year should be treated as
An increase in bad debt expense for the year in which the error is discovered. A component of income for the year in which the error is discovered but separately listed on the income statement and fully explained in a note to the financial statements. An extraordinary item for the year in which the error was made. A prior period adjustment to the opening return earnings balance. في خطأ حسابي اكتشفناه بعد ما قفلنا السنة بإننا وإحنا بنحسب الـ bad debt expense مصروف الديون المعدومة زودنا ديجيت زودنا رقم كامل يعني مثلا بدل 10,000 كتبناها 100,000 فده طبعا خلى النت انكم بتاعنا يقل بنسبة almost 50% فطبقا للجاب المفروض نصلح الخطأ ده ازاي؟ هل إننا نزود الـ bad debt expense السنة دي ولا إننا نحط الفرق ده في الانكم ونزود شرح لي للعملية دي في النوتس ولا نحسبه extraordinary item ولا prior period adjustment نعمل تعديل للopening return earning balance and the correct answer is the a prior period adjustment to the opening return earnings balance. طبعا الأخطاء اللي بتكتشف معالجة صحيحة ليها إننا بنعمل adjustment للreturn earnings opening balance لأن الخطأ ده خاص بالسنة اللي فاتت فما ينفعش إن أنا أعترف بالسنة دي بأي طريقة فالحل الأمثل إن أنا أعدل return earnings opening balance. Question number 107, the accounting manager of a manufacturer of farming equipment was asked by the CFO to analyze the company's last 5 years of operations. The accounting manager prepared the following analysis. Which one of the following statements is consistent with this analysis? The company should decrease the sales force. The new marketing strategy has been unsuccessful. The company should decrease research and development expense. The new production process has successfully reduced manufacturing expenses. مدير الحسابات عندنا الـ CFO سأله ان هو يعمل تحليل لاخر 5 سنين ادينا شوية اختيارات وبيقول لنا انهي من الاختيارات دول ملائم اكتر للتحليل اللي اتعمل ده and the correct answer is D. The new production process has successfully reduced manufacturing expense. A. بيقول لنا ان الشركة should decrease the sales force المفروض تقلل الـ sales force فاحنا نيجي نبص عندنا على الـ sales هنلاقيه عمال بيزيد يعني في السنة الأولى كان مثلا 1 السنة الثانية بقى 1.1 بعد كده 1.3 1.5 بيزيد 1% 3% 5% 7% لحد 10% طب السيلز بتاعتي بتزيد هقلل السيلز فورس بتاعتي ليه؟ المفروض أزودهم طالما في توسع والمبيعات بتاعتي بتزيد. تاني حاجة بيقول إن النيو ماركتنج استراتيجي has been unsuccessful طبعا ازاي الماركتنج استراتيجي بتاعتي unsuccessful وانا السيلز بتاعتي بتزيد والأوبريتنج انكم بتاعي بيزيد فأكيد الاستراتيجي اللي أنا بستخدمها جديدة دي ناجحه. ثالث حاجه بيقولوا ان الشركه المفروض تقلل ال R&D research and development لما نيجي هنبص هنلاقي ال R&D fairly constant يعني واحد بينقص شويه 98 99 طلع واحد وزاد بس واحد واحد يعني ثابت ما زادش بطريقه فظيعه فالمفروض ان انا اقلله. رابع حاجه بيقولوا ان البرودكشن بروسيس الجديده العمليه الانتاجيه الجديده دي قدرت تقلل المانيفاكتشرنج اكسبنسز او مصاريف الصناعه فلو جينا بصينا للكوست اوف جود سولد هنلاقيه بيقل فيبقى البرودكشن بروسيس الجديده قدرت تقلل الكوست اوف جود سولد يبقى الاجابه دي هي الاجابه الصحيحه. Question number 108 A construction company has signed a 1 million in new contracts during the current year 10% of the required work for these contracts was performed. Historically, the controller has recognized revenue when the contract work was completed using the completed contract method. This year, the company's auditors are required the new contracts to be recognized under the percentage of completion method. The change in revenue recognition methods will result in a revenue change of 0, minus 900,000, 100,000, or 1 million. شركة مقاولات مضت عقد جديد بمليون دولار وخلال السنة أتمت 10% من العقد ده. Historically, يعني في الماضي احنا كنا بنعترف بالإيراد لما نخلص العقد خالص. السنة دي الأوديتورز قالوا لنا إن احنا لازم نستخدم طريقة الـ percentage of completion. وبعد كده بيسألنا التغيير في الريفينيو بين الطريقتين دول هيبقى ايه؟ And the correct answer is C 100,000. طبعا انا ما كنتش هعترف بحاجه خالص الا بعد الشغل كله ما يخلص، انا اشتغلت 10% بس مش هعترف بيهم فهعترف بريفينيو صفر، طبقا للبرسنتج اوف كومبليشن انا خلصت 10% فهعترف ب 10% من المليون اللي هو 100,000 ف 100,000 ناقص صفر هيساوي 100,000. Question 109 The relationship of the total debt to the total equity of a corporation is a measure of liquidity, profitability, creditor risk, or solvency. العلاقة بين إجمالي الديت أو إجمالي الديون على إجمالي الإيكويتي ده بيقيس إيه؟ هل بيقيس الليكويديتي، بروفيتابيليتي، كريديتور ريسك ولا السولفنسي؟ And the correct answer is C. Creditor risk.
طبعا نسبة الدين من الملكية، طبعا ده مؤشر كويس جدا للكريدتور ريسك، لان انا كل ما كانت نسبة الديت بتاعتي كانت عالية من التوتال ايكويتي، معنى كده ان انا عندي في التوتال اسيتس عندي ديون اكتر من الملكية، صعب ان انا اخد كريدت او تسهيلات من بنوك. انما كل ما كان نسبة الديون بتاعتي اقل، كل ما كان اسهل لي ان انا اخد كريدت من البنوك، وبالتالي الكريدت ريسك بتاعي هيبقى اقل. Question number 110, if the ratio of total liabilities to equity increases, a ratio that must also increase is time interest earned, total liabilities to total assets, return on equity, or the current ratio. لو total liabilities على equity زادت، ان الريشيوز دي لازم برضو يزيد، هل time interest earned ولا liability على assets ولا return on equity ولا current ratio. And the correct answer is B, total liabilities to total assets. نسبة الليابيليتي من الإيكوتي لو زادت، فأكيد نسبة الليابيليتي من الأسيتس هتزيد، لأن الأسيتس بتساوي الليابيليتي زائد الإيكوتي. التايم انترست ايرن بيساوي الإي بي آي تي على الانترست، ملوش علاقة لا بالليابيليتي ولا بالإيكوتي. الآر أو إي بيساوي النت إنكم على الإيكوتي، ممكن يزيد لو الإيكوتي قلت، وممكن ما يزيدش لو التوتال ليابيليتي بس هي اللي زادت والإيكوتي فضلت ثابتة زي ما هي. والكرنت ريشيو بيساوي كرنت أسيتس على كرنت ليابيليتيز، ممكن برضو يزيد لو كانت التوتال لايبيليتيز قلت، انما مش هيتاثر لو كانت التوتال ايكويتي هي اللي قلت فادت لزياده الريشيو. Question number 111, selected data from Ostrander Corporation's financial statements for the years indicated are presented in thousands. The times interest earned ratio for Ostrander Corporation for year 2 is. مدينا البيانات بتاعه الشركه وطالب مننا التايم انترست ايرند ريشيو. And the correct answer is D, 6.90 times. The time interest earned بيساوي EBIT, earning before interest and tax, مقسوم على الانترست. وهو بيقيس الشركة تقدر تغطي كام ضعف من الفوائد بتاعتها عن طريق الاوبريتنج انكم. الEBIT عندنا هو هنا بيطلب الريشيو في السنة التانية، فاحنا ما عندناش الEBIT دايركت، بس عندنا الانكم ستيتمنت نقدر نجيب منها الاي بي اي تي. السيلز هنا 4175، كوست اوف جود سولد 2880، طبعا الانترست اكسبنس مش هنخصمها ولا التاكس لان دول بيتخصموا بعد الاي بي اي تي. الجين اون ديسبوزابل اوف سيجمنت ده بعد الاوبريتنج انكم برضو. ادمنستريتيف اكسبنس دي قبلها 950، يبقى هنطرح الكوست اوف جود سولد والادمنستريتيف اكسبنس ونقسمهم على الانترست اللي هي 50، هيطلع عندنا 345 على 50، يبقى 6 مرات و9 من 10. وده معناه ان الشركه تقدر تغطي الانترست بتاعتها اولموست 7 مرات، كل طبعا ما الرقم كان اعلى كل ما كان الموقف المالي بتاع الشركه افضل. Question number 112, same question but asking for total debt to equity ratio. نفس السؤال بس طالب مننا total debt على التوتال equity. And the correct answer is D 1.30. برضه في السنه الثانيه عايزين نحسب التوتال ديت والتوتال ايكويتي ونقسمهم على بعض. التوتال لايبيليتيز مديها لنا 790، الايكويتي مدينا الكومن ستوك والريتيرن ايرنينجز، هنجمعهم على بعض. طبعا ما حدش فيكم يجمع الاثنين دول مع بعض، دي الكرنت لايبيليتي ودي التوتال لايبيليتي. لو كان قال لنا دي نون كرنت لايبيليتي كنا جمعنا الاثنين، انما التوتال لايبيليتي كلها على بعضها 790، هو عامل لك كده عشان يلخبطك يعني. انت تقسم التوتال ديت على التوتال ايكوتي. التوتال ديت عندك جاهز 790، التوتال ايكوتي مديهولك 226 و381، هتجمعهم على بعض وتقسم 790 على الناتج اللي هيطلع 607، هيدي لك 31%. Question number 113, assume the following information pertains to Rammer Company, Matson Company and for their common industry for a recent year. Which one of the following is correct if both companies have the same total assets and the same sales? مدينا ريشيوز بتاعت شركه اسمها رامر وشركه اسمها ماتسون والاندستري افريج، بيقول لنا لو الاثنين عندهم نفس التوتال اسيتس ونفس السيلز انهي من الاختيارات دي صح. هل رامر عندها كاش اكتر من ماتسون، ولا عندها لايبيليتيز كارنت لايبيليتيز اقل من ماتسون، ولا ماتسون تعتبر افكتيف اكتر في استخدام الفاينانشال لافريج، ولا ماتسون عندها شورتر اوبريتنج سايكل، عندها اوبريتنج سايكل اقل من رامر. اند ذا كوريكت انسر از D. Matson has a shorter operating cycle than Rammer. طبعا بالنسبة لA مفيش حاجة تقدر تحدد أي شركة فيهم عندها كاش أكتر. عندنا الريشيو، عندنا الكرنت ريشيو، وده بيتضمن كل الأصول المتداولة. ما نقدرش نحدد بالظبط أي شركة فيهم عندها كاش أكتر. تاني حاجة رامر عندها debt to equity أعلى،
او الديون عندها اعلى من ماتسون، فالكرنت لايبيليتي هتبقى اعلى مش اقل. تالت حاجه ماتسون مش مستخدمه فاينانشال لافريج، عندها الديت تو ايكويتي اقل. يبقى اخر واحده ماتسون عندها شورتر اوبريتنج سايكل هي الصحيحه. برضو عشان نتاكد نحسب الاوبريتنج سايكل بتاع كل واحده، الاوبريتنج سايكل عندنا بتساوي الانفنتوري هولدنج بيريد زائد الريسيفبل كولكشن بيريد. طبعا الانفنتوري هولدنج بيريد بيساوي 365 على الانفنتوري تيرن اوفر، والريسيفر كولكشن بيريد بيساوي 365 على الريسيفبل تيرن اوفر. وطبعا الانفنتوري تيرن اوفر برضه عارفين بنجيبه ازاي والريسيفبل تيرن اوفر بنجيبه ازاي، بس هو هنا مديهولنا جاهز. فهنحسب الاوبريتنج سايكل بتاع رامر، هتساوي 365 على الانفنتوري تيرن اوفر اللي هو 6.2 زائد 365 على الاكونت ريسيفبل تيرن اوفر اللي هو 5، هيدينا 58.87 زائد 73 يبقى 131 يوم و87. وده معناه ان الاوبريتنج سايكل بتاع رامور يعني من اول ما ببدا اشتري الانفنتوري لحد ما كولكت الفلوس بتاعتي باخد 131 يوم. وبالنسبه لماتسون هنعمل نفس الكلام، 365 على الانفنتوري تيرن اوفر اللي هو 8 زائد 365 على الكونت ريسيبل تيرن اوفر اللي هي 8.1 ونجمعهم مع بعض هيديني 90 يوم. يبقى ماتسون الاوبريتنج سايكل بتاعها اقل، ان الفتره ما بين شراء الانفنتوري لحد ما تحصل الفلوس اقل من رامر، وده طبعا افضل. يبقى الاجابه دي هي الصحيحه. ممكن برضو من غير ما تحسب خالص، لو انت حافظ القوانين وفاهم كويس، انت عارف ان الاوبريتنج سايكل بتقسم 365 على التيرن اوفرز، فانت عندك في ماتسون التيرن اوفر اعلى، فمعنى كده ان المقام وانت بتحسب الاوبريتنج سايكل هيبقى اعلى، فاكيد الماتسون هتبقى عندها اوبريتنج سايكل اقل. Question number 114, same question, but he's asking the attitudes for both Rammer and Matson concerning risk are best explained by the current ratio, account receivable turnover and inventory turnover, dividend payout ratio and earnings per share, current ratio and earnings per share, debt to equity ratio and times interest earned. نفس السؤال اللي فات، بس بيقول لنا التوجه بتاع كل شركة ناحية الريسك ممكن يتفسر بأنهي ريشيوز من دول. And the correct answer is D, debt to equity ratio and times interest earned. طبعا شركة ماتسون هنا عندها debt to equity أقل وعندها time interest earned أعلى، يعني شركة conservative أكتر، محافظة أكتر مش aggressive. طبعا الريشوز دي هي من الاختيارات اللي تقدر نقيس بيها هل الشركة aggressive في الريسك، في ان هي تاخد ريسك ولا conservative. aggressive ان هي تاخد ريسك معناها ان هي ما بتخافش من الريسك. الشركة اللي ما بتخافش من الريسك هتبدأ تاخد ديون أكتر مقابل الايكوتي عشان تستثمر الفلوس دي في انفستمنتس جديده يطلع لها منها ارباح. انما الشركه اللي بتبقى كونسرفاتيف او محافظه شويه، لا بتبقى محتاجه ان يبقى نسبه الديت تو ايكوتي بتاعتها قليله وتبقى محتفظه بتايم انترست ايرند ريشيو عاليه عشان تحت اي ظرف يبقى عندها قدره ان هي تدفع الفوائد وتدفع الالتزامات اللي عليها. Question number 115, same question. Some of the ratios and data for Rammer and Matson are affected by income taxes. Assuming no inter-period income tax allocation, which of the following items would be directly affected by the income taxes for the period? And he mean ratio D, هيتأثر بالincome tax, هيتأثر بالضرائب. هل current ratio والdebt to equity ولا account receivable turnover والinventory turnover ولا return on investment والearnings per share ولا debt to equity والdividend payout ratio? And the correct answer is C, return on investment and earnings per share. طبعا هو بيسألنا عنهي من الريشوز دي هيتأثر بالتاكس. فالcurrent ratio عندنا بيساوي current assets على current liability ملوش علاقة بالتاكس. الديت تو equity بيساوي debt على equity ملوش علاقة بالتاكس. account receivable turnover بيساوي credit sales على account receivable. الانفنتوري turnover بيساوي cost of goods sold على inventory. الديت تو equity بيساوي total debt على total equity فملوش علاقة بالتاكس. والdividend payout ratio بيساوي الديفيدنس عن النت انكم، ممكن هنا يكون ليه علاقه بالتاكس لان التاكس لو زادت هتقلل النت انكم، فبالتالي والديفيدنس لو فضل ثابت يبقى الديفيدنس باي اوت ريشيو هيزيد، والعكس لو التاكس قلت فالنت انكم هيزيد وبالتالي الديفيدنس باي اوت ريشيو هيقل بافتراض ان الديفيدنس هتبقى ثابته. انما الريتيرن اون انفستمنت والارنينج بير شير الاثنين مع بعض هيتاثروا دايركتلي بالتاكسز، لان الريتيرن اون انفستمنت بيساوي النت انكم على الانفستد كابيتال، والارنينج بير شير بتساوي النت انكم على الكومن شيرز، فالاثنين فيهم النت انكم في الباست، التاكس لو اتغيرت زادت او قلت هتاثر دايركتلي على النت انكم، فبالتالي هتاثر دايركتلي على الريتيرن اون انفستمنت ودايركتلي على الارنينج بير شير. يبقى الاجابه سي هي الاجابه الصحيحه.
Question number 116, a debt to equity ratio is about the same as the debt to assets ratio, higher than the debt to assets ratio, lower than the debt to assets ratio, or not correlated with the debt to assets ratio. The debt to equity ratio مقارنة بالdebt to assets. هل هيبقى أعلى ولا أقل ولا زيه بالظبط ولا ملوش علاقة بيه؟ And the correct answer is higher than the debt to asset ratio. طبعا الdebt to equity بيساوي الdebt على الإيكوتي، إنما الdebt to asset بتساوي الdebt على الأسيتس. فالdebt to equity أكيد for sure هتبقى أعلى من الdebt to assets، لأن المقام في الdebt to assets أعلى من المقام في الdebt to equity، بيساوي الإيكوتي زائد الdebt نفسها. فالطبيعي ان الديت تو ايكويتي ريشيو هيبقى اعلى من الديت تو اسيتس. Question number 117, a measure of long term debt paying ability is a company's length of the operating cycle, return on assets, inventory turnover ratio, or time interest earned ratio. ايه من دول يعتبر وسيله لقياس قدره الشركه على دفع اللونج تيرم ديت او الديون طويله الاجل؟ هل الاوبريتنج سايكل ولا الريتيرن اون اسيتس ولا الانفنتوري تيرنوفر ريشيو ولا التايم انترست ايرند ريشيو؟ And the correct answer is D, times interest earned ratio. طبعا كنا لسه بنقول من شوية ان time interest earned بتقيس قدرة الشركة على دفع الانترست اللي هي اصلا الالتزامات بتاعة الديون طويلة الاجل. فبالتالي كل ما time interest earned بتاعي زاد، معنى كده ان انا اقدر اغطي الانترست بتاعة الديون طويلة الاجل دي بصورة افضل. Question number 118, the information below pertains to Devlin company. Devlin company's time interest earned ratio for the year ended May 31st year 2 was. مدينا بيانات بتاع الشركة وطالب مننا time interest earned ratio للسنة التانية. And the correct answer is C 12.25 times. The time earned ratio بيساوي زي ما قلنا كذا مرة EBIT على الانترست. الEBIT مش مديهولنا جاهز، بس مدينا السيلز والكوست اوف جود سولد والSG&A. فهنطرح 480 ناقص 330 كوست اوف جود سولد ناقص 52 SG&A. هيدينا الاي بي اي تي، طبعا مش هنطرح الانترست ولا التاكس لان دول بيتخصموا بعد الاي بي اي تي. فهيدينا اي بي اي تي 98 هنقسمه على الانترست اللي هي عندنا هنا في يير 2 8 هيدينا 12 مره وربع. Question number 119, the data presented below show actual figures for selected accounts of McCohen company for the fiscal year ended May 31st year 1 and selected budget figures for the year 2 fiscal year. McCohen controller is in the process of reviewing the year 2 budget and calculating some key ratios based on the budget. McCohen company monitors yield or return ratios using the average financial position of the company. Round all calculation to 3 decimal places if necessary. McCohen company's debt ratio for year 2 is. ادينا بيانات كتير وقاعد يلغي كتير وطالب في الاخر الديت ريشيو بتاع السنه الثانيه. And the correct answer is B 0.315. الديت ريشيو زي ما احنا عارفين بيساوي الديت على التوتال اسيتس. فالديت عندنا هنا هو طالب السنه الثانيه، عندنا في الكرنت ديت 78000 واللونج تيرم ديت 75000. هنجمع الاثنين مع بعض ونقسمه على التوتال اسيتس اللي هو عندي هنا كرنت 210 ونان كرنت 275. الاثنين مع بعض 485، هنقسم 153 على 485 هيدينا 315 من 1000. Question number 120, same question, but he's asking for time interest earned ratio. نفس السؤال طالب مننا الـ time interest earned برضو في السنة الثانية. And the correct answer is A41. Time interest earned حفظنا خلاص EBIT على الـ interest. الـ EBIT مش عندنا، بس عندنا الـ sales والـ cost of goods sold وعندنا الـ S&A تحت. هنطرح 350 ناقص 160 ناقص 67 هيدينا 123، نقسمه على الانترست اللي هي 3000 هيدينا 41. ودي كانت نهاية الفيديو ده من يونت 6. لو في حد عنده أي سؤال أو اقتراح سيبه في كومنت وهرد عليه، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.